تركيا تفرض قرارات جديدة. مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. تركيا تعلن عن فرض قرارات جديدة. هاي القرارات صارت بسبب الارتفاع الحاصل بالإصابات في تركيا. كلنا نعرف أن تركيا تقريبا قبل 4 أسابيع رفعت الحظر، كذلك فتحت المطاعم وحاولت ترجع الحياة إلى طبيعتها، لكن بالأيام القليلة الماضية كذلك بالأسبوع الماضي لحد هذا اليوم الإصابات رجعت ترتفع، ووصلت الإصابات إلى 30,000 حالة إصابة يوميا. هذا الموضوع خلى تركيا تعيد النظر بقراراتها، وحاليا صدرت قرارات جديدة واللي راح أذكرها في هذا الفيديو. اولا انه الحظر اللي هو من الساعة 9 مساء الى الساعة 5 فجرا راح يكون مستمر في طيلة ايام الاسبوع، وكذلك في كل المدن التركية. ثانيا، المدن الحمراء ازداد عددها مثل ما نعرف، راح تشوفون هاي الخريطة. طبعا هاي الخريطة قبل كانت غير خريطة، كانت الالوان متوزعة، الازرق الاقل خطورة، الاصفر اللي بعدها، ومن ثم البرتقالي، وبعدها الاحمر. حاليا تقريبا 58 مدينة صارت باللون الاحمر. هذا الموضوع ايضا خطر جدا، بمعنى ان الاصابات ارتفعت في كل هذه المدن. هذه المدن هي مدن رئيسية، منها مثلا اسطنبول، انقرة، بورصة، يلوى، سامسون، انطاليا مثلا، مرسين. هاي المدن هي مدن رئيسية ويسكن فيها غالبية العرب، فايضا لازم تعرفون انه في هذه المدن راح يرجع حظر التجول يومي السبت والاحد. هذا الموضوع راح يتطبق ابتداء من الاسبوع القادم. المدن باللون الاحمر راح يرجع حظر التجول الكامل يومي السبت والاحد، اما باقي ايام الاسبوع راح يكون حظر التجول من الساعة 9 مساء الى الساعة 5 فجرا. كذلك بالنسبة لشهر رمضان، القرارات اللي صدرت انه حظر التجول راح يكون في كل المدن التركية من الساعة او ايام السبت والاحد من الساعة 9 يوم الجمعة 9 مساء، وينفتح يوم الاثنين الساعة 5 فجرا. كذلك في نفس الوقت المطاعم الكافيهات راح يقتصر عملها على خدمة التوصيل في شهر رمضان. هذا الموضوع يشمل كل الولايات وكل المدن التركية. أما حاليا المدن اللي باللون الأحمر فراح يرجع الإغلاق يصير، راح يرجع إغلاق المطاعم يصير، بالتالي راح ترجع الخدمة هي فقط خدمة التوصيل، أو أنه تأخذون الأكل عن بعد، يعني ما يصير تقعدون في المكان في المطعم أو الكافيه. هذا اللي يصير حاليا في تركيا بسبب الارتفاعات اللي صارت بالإصابات. مثل ما نعرف تركيا صحيح تطل اللقاح من جهة، لكن بنفس الجهة أيضا ترتفع الإصابات، فأدى هذا الموضوع أن الحكومة التركية تتخذ قرارات عاجلة، ومنها القرارات اللي ذكرتها في هذا الفيديو. هذا كان فد فيديو سريع وتحديث سريع للحياة اليومية اللي تصير في تركيا. هذا اللي راح يكون مهم جدا لكل الناس اللي ساكنين في تركيا، كذلك القادمين إلى تركيا بالأيام القادمة وخلال شهر رمضان أيضا. كذلك إن شاء الله راح أسوي لكم فيديو عن قريب. الخطوط الجوية التركية أعلنت عن تخفيض جديد للرحلات الداخلية بمناسبة شهر رمضان. إن شاء الله نسوي فيديو نوضح به تاريخ الحجز وأسعار الحجز وكل هذه الأمور. أتمنى إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. كل اللي نريده منكم شنو؟ حطوا لنا لايك لهذا الفيديو، شاركوني أنا بالقناة إذا ما مشتركين، كذلك تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وأي سؤال عندكم استفسار كتبوه بالتعليقات إن شاء الله أجاوبكم عليه. خليكم في بيوتكم، حافظوا على نفسكم، ويا رب إن شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.